النهضه بدل بالمكشوف انه ما تنجمش تسير البلاد ديالها ما عندهاش تجربه، ورئيس الجمهوريه بدل بالمكشوف انه ما ينجمش يسير البلاد لانه حقوقي وما عندوش تجربه، ولذا يجبنا نعملوا حكومه مسيسه ولكنها مستقله عن الاحزاب. انا مثلا انا شخصيا رشح السيد احمد المستيري باش يترأس الحكومه هذه وباش يقوم بهالعمل هذايا، وانا نعرف الرجل عنده من القدره ده يجعله في ظرف عام يعاود ترتيب البلاد ويرتاحها ويفتح الافاق بما اعرفه ما لديه من كفاءه ومن قدره ومن نظافه يد وقلب ولسان. نعم هذا مثلا. اما تو كونه مش يعاودوا حكومه اخرى ترأسها النهضه وكذا وكل حكايه فارغه ولا تحل المشكل ولا تقرب ولا تزيد. نعم، بالنسبه لك انت الحل هو في حكومه انقاذ وطني. حكومه انقاذ وطني مستقله على الاحزاب. نعم. لانه الاحزاب نتاع اليوم، الاحزاب نتاع اليوم ظهروا انهم احزاب جزء مما قبل الثوره. هما تو يفكروا التفكير ماذا بيهم شكون منهم ولي كبد عليه وهم يتصرفوا كبد عليه. نعم. تسمع انت رئيس الحكومه يقول الولي هذا ما يمشيش الا ما نمشي انا. هذه ديكتاتوريه كاذبه هذيك الديكتاتوريه، حيث هو انسان رئيس حكومه يقول كلام كيما هذه يربط روحه بالطريقه هذه، ولا رئيس الجمهوريه يقول الحكومه باهه وعليها وصفتها. هذه ناس مجانين ما يفهموش للسياسه وشنو الوطنيه، ولذا هالناس هذوما يلزم يرجعوا يخدموا احزابهم ويتربصوا ويشوفوا السياسه كيفاش تمشي، ويلزم الناس تبعث على المستقبل مش على الماضي.